استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا. كتير يا هدير طبعا، وزي ما قال فريق أسامة ربيع بأنه عملية الإنقاذ دي هتكون عملية تدرس. عندنا من الأخبار كمان المفرحة بعد تحريك السفينة، ان ممكن يبقى في خطا فني هيبان في التحقيقات، ممكن يبقى في خطا شخصي هيبان في التحقيقات، في اخطاء كتير ممكن تتركب، بس احنا مش هنقدر نجزم دلوقتي هي ايه اللي في ايدينا دلوقتي. هو بس الخطا اللي احنا واضح قدامنا اللي هو كان الريح والساند ستورم، لكن مش هو ده الاساسي طبعا. زي ما بقول في اخطاء اخرى هتبان في التحقيقات.